الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حلها الركن الله الله يت إيمان دلر. كيف نؤمن بالله؟ تا الله يت إيمان مو دلوي. نؤمن بتوحيد الربوبية. ويتنس إيمان دول توحيد ربوبية تنساني. وتوحيد الألوهية. توحيد ألوهية تنساني. وتوحيد الأسماء والصفات. إشت توحيد الأسماء والصفات. ونؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. إشت وإيمان دول إيمان دلوي الله خلرت. لأن الله سبحانه وتعالى دل على وجوده أدلة كثيرة جدا. هون تاج الله هو شاخلرة وين تق دليلش دالدنا. منها العقل. أتدليلش ثاني حقيقل دعون. يستحيل أن يأتي عاقل إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. حقيقل دولش قية روعون بوغ تقيتي شاتعون هردلك. هديرك قلنا دول همشي يقلن تعخلوا يشوقون يلا. نعم، وكذلك الحس تكون مثلا في كرب وشدة تدعو تجد أن هذا الكرب يذهب، هذا دليل محسوس ملموس يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. إيش ت حدك شعحون خال ردوعوني بو خالعوني حدك شعبو مثلا تعين بالطيع ويتشخين مل الله قيق ولق شابقة. كذلك الفطرة، الفطرة كل إنسان مفطور على وجود الخالق. إيش تهور أدم شيء قل نتاني شيء يستستوى ألجأ ورسمة تاع تون خلق تون خلق تون الله خلر. الرابع الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا على وجود الله سبحانه وتعالى. القرآن شو شورت دليل شدينه من الله خلر.